على انت خطوة قافله على ناس اكل عيشها يعني دي كله. وانت مثلا جيت يوم الخميس قلت لي مش هورد لك لحمه تاني وقفلت عليا الصفحه. طب انت انا لو انت عملت كده طب انت بتضغط عليا ما انا هاكل وهرجع شغلانتي. طب وال 850 عامل اللي انت سايبهم لي انا لما جيت خدت قرار الغاء اللي انا كنت هقفل لقيت الحريم انا عندي 250 واحده هنا مربيه اسره بتصرف على جزء. كنت واخد القرار بناء على ايه؟ على الضيق بقى اللي هو قفل عليا الخط الساخن والصفحه. طب ليه كده؟ طب ليه قفل عليك الخط الساخن؟ كان في واحده شغاله هنا هي قريبته من بعيد كل شويه مشاكل في المطعم مشاكل في المطعم العمال كلها طالعين لي العمال كلها طالعين لي مشاكل مش عارفين نشتغل هنسيب الشغل. هو بصراحه لما كان بيحصل مشكله كان بيقعد يشد معاها وكده الست ديت اللي هي قريبته وزعق لها بصراحه. بس انا ما طقتش مش يعني ما طقتش ان انا اقعد كده في المكان وهي موجوده بالمنظر المشاكل وده عمال في كل شويه مشاكل مشاكل. فاحنا ده مكان اكل عيش. فانا قلت لها حاجه صبحي بعدين انا مش عايز الست دي. ده سبب الخلاف الاساسي اللي بينكم. والعماله 850 واحد ما بيحبهاش. قلت له يا حاج صبحي على 850 حاله عامل وعندك في المزرعه جنتين واحد وعندك الاف الرز الاف المواشي اللي انت بتوردها كل يوم من المطعم عشان خاطر واحده؟ قال لي لا مش كده. طب يا حاج صبحي انت ادي واحده يعني انت اتكلمت اللي انت اتنصب عليه ودي مشكلة ان انا مشيت واحدة من ده سبب زعلك. طب انت لو انت زعلان مني ان انا مشيت واحدة طب بتقفل ليه الهوت لاين على الناس؟ انا عندي 70 80 دليفري ما بيتحركوش وباكل ما بيتحركوش مني وعندي كول سنتر فيه 30 واحدة 15 شاب و15 شاب فاتحين بيوت على اكل عشان من المكان دوت. وثانيا يقول انا مشيت حد انا ما مشيتش حد انا اقل ما مشيتش حد خالص يعني قوة المكان كانت قبل او بعد زمان هي 850 وفرد وكلهم قرايبه وبلدياته من كفر صخر الحاج صبحي من بلد اسمها كفر في القلوبيه كلهم قرايبه وابن اخوه شغال فوق يعني حتى ما زال يعني ابن اخوه شغال كله كله طب تفتكر ايه الهدف من يعني من كلامه او وثانيا انا قلت له يا حاج صبحي لو انت بتعمل كده عشان عايز المطعم خده قال لي ده وفي ناس بتعمل له قال لك ده هياخد منك شرط جزائي قلت له لا مفيش اي شروط جزائيه بينا احنا بينا عيش وملح بينا اكتر من 25 سنه شرط جزائي ايه؟ وحتى انا عرضت عليه مش في الحب في الوقت ده لا ده انا بقى لي اربع خمس اشهر انت ما استريحتش يا حاج صبحي بقى لك خمس ست اشهر حاسس في البيت ايه ما اشتقتش للمطعم قال لي والله لو هتدوني ببلاش معايا يعني هو رد كده قلت له طب يا عم لو حد مثلا كان نفس ايدك شالت شويه او حاجه خلاص هاخده قال لي والله لو هتديهولي قال لي انا هفضل معاك انا هفضل معاك ومش هسيبك لاخر العمر. وهو دوت بصراحه من ساعه ما جيت قعدت هنا يعني كانت المشاكل بتحصل مشاكل بتحصل انا اسف خلاص كان المديرين ما بيتصلوش بيا انا بيتصلوا بيه هو لو اي عشان هو اللي يحلها عشان هي شغلتنا. طيب حضرتك يعني لو صبحي كابر زي ما قال ان هو النهارده قال هفتح مطعم تاني هو العقد اللي معايا العلامة التجارية ما ينفعش وفي عقود كاتبها مع شركات أجنبية إن صبحي كابر يبقى واحد بس من هنا مش عارف. يعني ده ما سببش مشاكل على حد قوله هو؟ يا باشا المشاكل دي عايز يا باشا بدل ما يفتح ياخد مطعمه. أسهل له. لسه هيعمل مطعم ويأسسه ويعمل طب ما مطعمه جاهز موجود. طب بالنسبة وهو من 15 يوم كان هنا موجود قبل ما يسافر السعودية ومصور إعلانات ومفيش الكلام اللي اتقال طبعا هو بيقول إنه استغلوني وكان بيخلوني أروح هناك أصور فيديوهات بس نهائي يا فندم ده آخر مرة أخش كده على الصفحة الصبح كان عامل إعلان للسعودية في عيد القوم قبل ما يسافر السعودية كان مصوره هنا يا فندم مفيش الكلام ده خالص ده يا فندم لما كان بيلوم بيجي هنا كنا بنستقبله استقبال الملوك زغر الحريم بتزغرط والكبابجيه بتلف والشيفات والصناعي اتصوروا جنبه كانوا بيشيلوا معاه عرض شيء. طب تفتكر يعني هو فعلا بس يعني عطى ودنه لحد وسمع للدرجه دي يعني؟ حد صبحي طيب وعلى نياته وبيصدق اي حاجه يخليه يعمل كل ده يعني يقول كلام ما حصلش مثلا على حد 10 25 سنه والحاج صبحي برضه عشان هو ما اتنصبش عليه في حاجه عشان تقف حتى لو اتنصب عليه انا ماليش دعوه انت واخد فلوسك مني انا مالي انا ايه ذنب انا اللي في الدوره دي اللي انت بتقوله والحاج صبحي هو اكبر من كده ولا حد يعرف ينصب عليه مفيش الكلام دوت. طب حضرتك يعني او الاسم الجديد بتاعكم هل هو مفيش اسم جديد وقديم هو الاسم طيب
هل المطعم اتأثر من ناحية المبيعات بعد البيع؟ خالص. الناس كلها بتجي يا فندم نفس المنيو ونفس الاسرار ونفس الخامات، بس اللي استجد له الخط الساخن والصفحة اتقفلت، فعملنا الارقام دي عشان لو حد حب يطلب. دي الارقام الجديدة. الارقام الجديدة عشان لو حد حب يطلب اكل او حاجة دليفري، او المطعم شغال 7 ايام من الساعة 12 لحد بعد الفجر، وزي هو اللي الصف، هو الشيفات، وهم الناس قرايبه وبلدياته هم اللي شغالين فيه. يعني انا ما كنتش غير هو بس بشخصه هو اللي مشي. مشي بس هو سيب كل حاجه زي ما هي، ودي ارقام التليفونات. لكن ما فيش اي حاجه الجوده هل والموردين هم مفيش اي حاجه خالص، والاستاف والشيفات والتست هو والمنيو، الاسعار الرخيصه اللي معود الناس عليها هي ارخص منيو في مصر. مفيش حاجة خالص حصلت، مفيش حاجة نهائي. والناس برضو وشيفك، انا مكلمة، انا هجيب لك المديرين العامل هنا اللي بقالهم مع حاج صبح ازد من 30 سنة. يا ريت نشوف حل. هل اعلان المشكلة النهاردة يأثر على اقبال الناس على المكان؟ اعلان المشكلة يعني خالص خالص الحمد لله شغالين الثلاث ادوار ودليفر وبزارة زي ما انت شايف، مفيش حاجة خالص. المكان زي ما هو. زي ما هو. وهندهلك المديرين العام، روح ندهلي حد بره اللي بره من المديرين اللي بره، ندهلي قاعدين بره عبدو وفاروق. يعني زي ما حضراتكم شايفين معانا اعداد كبيره جدا بتتوافد داخل خارج المطعم. يعني الحقيقه الجميع هنا يعتبر كابر واحد من اشهر المطاعم والمقاصد، كمان مش هو مصر فقط لا، لكن جميع السياح من جميع البلدان بيبقى صبح كابر مقصد اساسي ليه. هنا بقى لك قد ايه؟ 13 حد بحد ما الشيخ او حد عاملك معامله وحشه من ساعه ما جينا؟ كان في حد من زمانك؟ حد من قرايب الحاج صبحي اللي في زياده عن 80 واحد من قرايب الحاج صبحي، حد مشي منهم؟ اللي بيصوم كام قطعه؟ الناس كلها هنا برضو موجوده زي ما بيقولوا. حاجه ثانيه، حاجه الصحفي. اكتب على الحديث الصحفي ان احنا بناكل لقينا شعرايه والاستاف ما تقفليش. والاستاف كله اسمها زعبينا. خلاص خلصنا الموضوع وسط. تقول لي انا اللي انت عايزه يا باشا. لا انا مش عايز معاك.